بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عظيم وخطير في تجنب القحط والمجاعات التي تحدث كثيرا في بلاد المسلمين أو في أي بلاد، ومعلومة لا يعلمها أكثر الناس. روى الإمام الطبراني في المعجم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم عمودا أحمرا من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم، فإنها سنة جوع. فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك لو شفت خط أحمر من ناحية المشرق في شهر رمضان يبقى دي هتكون سنة جوع. هيقل المحصول، هيقل المطر، وهتبقى. فالحديث ده مهم جدا، لان ده اشبه بالرؤيه اللي راها الملك في زمن سيدنا يوسف عليه السلام. كان سبب يعني تفسير سيدنا يوسف لهذه الرؤيه انقاذ مصر من القحط والمجاعه اللي ضربت العالم كله، واصبحت مصر غلت الارض على وجه العالم. كل الناس بقت تيجي مصر عشان المؤنه والطعام. فشوفوا بقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالمسلمين. فدي علامة محدش يعرفها. فالمفروض ان القائمين على قائمين على بلاد الامور بلاد المسلمين، خاصة من اهل الفلك، علماء الفلك او الارصاد، في كل سنة في شهر رمضان يتتبعوا يعني جهة المشرق في السماء، ويبصوا يشوفوا فيها هل في عمود احمر ظهر ولا لا، عشان الوقاية خير من العلاج. فالمفروض زي ما احنا بنتفقد هلال شهر رمضان كل سنة، نتفقد المسألة دي. يبقى دي هتبقى مرة في السنة في كل شهر رمضان القائمين على التتبع الهلال يبصوا من ناحية المشرق ويشوفوا الخط الأحمر ده ظهر ولا ما ظهرش. لو ظهر يبلغوا الناس، والناس تعمل حسابها والناس تدخر، لأن فعلا هيحصل مجاعات شديدة ومن علامات الساعة حدوث مجاعات شديدة قبل يوم القيامة، زي ما قلت لحضراتكم في دروس قبل كده. فنحن في أمس الحاجة لهذه العلامة. نحن في أمس الحاجة لهذه العلامة. فياريت في كل سنة في شهر رمضان، زي ما نتفقد الهلال ظهر ولا ما ظهرش، نتفقد الخط الأحمر من قبل المشرق، عشان إذا كان في لا قدر الله السنة دي هتكون سنة جدب أو قحط، الناس تدخل الغلال، وتقول الحكومة القائمة على البلاد تدخل الغلال للأمور المسلمة. فأنا هكتب لكم الحديث العظيم ده في الوصف، انسخوه شهور. هقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.